اهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد على قناة مصطفى جيمنج. اليوم نحن معنا قطار، ثلاث تريلات مع بعض. بامكانك تتخيل الحجم الهائل لهي التريلات. نحن بمكان ما في طرقات واسعة ابدا، نحن باليو كي ببريطانيا المملكة المتحدة. فنحن معنا هاد الرود ترين، قطار عبارة عن اربع تريلات، ثلاث تريلات، تمام. معنا انابيب معدنية بدنا نوصلها، احنا بجلاسكو اسكتلندا، وبدنا نروح على مدينه ثانيه ببريطانيا، مسافه قصيره. طبعا معنا الشاحنه الجباره 10 سلندر، شاحنه المان اف 2000. هي الشاحنه هيفي ديوتي، مصممه خصيصا لهيك انواع من الشحنات. فخلينا نطلع داخل السياره نبدا الرحله. بسم الله، فهينا احنا جاهزين على الانطلاق. خلونا نحط المراية الثانية لأنه لازم نطلع الحمولة هاي. طبعا الدعم شغال، لازم نكون حذرين جدا على كل شيء، على المنعطفات وعلى. أعطوني رأيكم بالتعليقات، أعطوني رأيكم ب هالأنواع من الحمولات، إذا حابين أشرح لكم كيف تحملوها. فنحن باليو كي ما قدرت تحول الدركسيون على اليمين بهي الشاحنة، بس نحن بنحاول نبرمج مخنا إنه ما نغلط. أها هي القطار، شوفوا لي القطار اللي معنا اليوم. شوف شوف الطول، شوف قد شحنتين مع بعض. شايف؟ شوف ثلاث شاحنات لحتى صاروا طول الشحن اللي معنا. ما عم تطلع معي الحمولات هي بالدول العربية للأسف، المود ما عم يشتغل بالدول العربية. عم حاول لاقي حل بس ما عم اقدر. طبعا وزن هاي التريلات 55 طن، تخيل. هي وقف النهاد، شكرا. السواقة على اليسار، احنا باليو كي على يمين، ولازم توسع قد ما بتقدر للتريلا. إذا ما وسعت بتعلق معك. أشوف رود ترين، والله الحمولة رائعة والشاحنة اللي معنا صراحة أحلى. فإحنا لازم نطلع يمين بعد شوي. طبعا هاي الشاحنة فيها 650 حصان، فيها 16 جير، فمصممة لهيك مواقف. هون احنا سكرنا التقاطع مع هاي الشركة. فهي داخلية السيارة، هاي باكيت الدخان، هاي جزدانا، هاي عدة الشغل، هون في اواعي طلعة، هاي السرير، هاي الشاحنة جميلة جدا، داف اف 2000. اتمنى يصح لنا فرصة نطلع على الإشارة. اسمع صوت المؤشر، ما أحلى. للأسف ما قدرنا. ما قدرنا نمرق بالإشارة، إشارات قصيرة باليوكي. والله صار زمان ما سألت باليوكي أنا، يعني حتى أنا شخصيا لما أنا بلعب لوحدي ما لعبت من زمان باليوكي. بتمنى نلعب بالحمولات الثقيلة هاي بخريطة الدول العربية برو مودز يلي لهلأ ما نزلت للأسف. يلا اطلع. شكرا يا مزو، شكرا.
شوف لي الحمودة، شوف لي الشاحنة هاي، شوف الفن. لازم لما تسوق تسوق بكل حرفية الصراحة، تخلي عيونك على المرايا جدا هام. نسينا هلا نضوي الأضوية الخاصة، هلا شغلناها التحذيرات. شايف؟ ان شاء الله هون ما تعذبنا لان الطرقات ضيقة جدا في اليوكي. يلا اطلع يا شرطي. حتى بنضطر نطلع الرصيف شوي معلش عشان نتخلص معنا. لازم توسع قد ما بتقدر، وسع عادي. فالمسافة قصيرة مثل ما قلت لكم، ما حنطول كتير. أجواء رائعة بالمملكة المتحدة باليوكي، دنيا صباح. اسمع لي صوت الشاحنة هي الرائعة. بس ما تمطر، انه كل ما بتروح على يوكي بتمطر مثل الواقع، حتى بالواقع بتمطر. فاذا مطرت بصير التحكم صعب شوي. ما والله عارفان، والله عارفان يا جماعة، كل ما بتروح على يوكي لازم تمطر. هي الاخ اعطانا الطريق، شكرا. هلا هون هي السكشن خطير شوي، هذا جزء من الطريق. حتى تحمل توسط، تحمل معنا يعني. تطلع شوف 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 شوف، شايف؟ هلا المطر حيزيد صعوبة الامر شوي علينا، لانه حتصير الشحنة اصعب التحكم فيها. شوف المطر هلا بطأنا بهالطلعة هي هون. اوه كاستمرز، والكاستمر مستعجل كمان. وينك وين يا معلم؟ ها مشيت 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 ان شاء الله. فاحنا من نهاية الاوتوستراد او الطريق السريع للتحويله مره ثانيه مباشره، لانه نحن رايحين على ادنبرا بظن. يلا حنضل ليفت مثل ما نحن، نطلع يسارا. صارت الرؤية صعبة الصراحة، صار في ضباب. لازم هون نكون حذرين يا معلم. شوف شوف الإبداع. هاي الشقفة من الطريق خلصت، لازم نغير اللين. طبعا تغيير اللين بهيك نوع من الحمولات هو تحدي بحد ذاته، ولازم ما نطلع على اللين السريع صراحة بهي الشاحنة بهي الحمولة هي، هيكون الموضوع صعب جدا. صارت الدنيا ضباب مع مطر مع عواصف نص الصيف، طبعا بتصيب الواقع باليوكي.
ما عندهم يوم مشمس. فلما تلعب بالحمولات الثقيلة، إذا أنا نشرت الفيديو عنها، اللي بدي أطلبه منك أنك تحط يعني شاحنة قوية تختارها، ما تختار أحد الشاحنات الضعيفة وإلا مش حتكون قد الحمل. اختارها يكون غيارات كتير، الجير بوكس يكون عالي، يكون تعداد عدد الأحصنة كبير فيها، استطاعة المحرك، وتكون تحكمها ثابت. شوف هاي شو ثابتة بالمطر، تم ثابتة معك. هلا لأول مرة وصلنا على سرعة 90 تقريبا ما شاء الله مع هالحمولة هاي، بس لازم الدركسيون تخليه ثابت قدر المستطاع. فنحن عم نلعب هون بخريطة أساسية بدون أي مودات إلا مودات الشاحنة والحمولات، لكن مودات خريطة هون ما في. Go straight. يلا يا معلم. فما كنت متوقع الدنيا تمطر والله، بس نصيبنا. يلا وماشيين على اللين السريع. خلينا السرعة 100 تقريبا، الشارع مستقيم نوعا ما. فهلا بعد شوي عندنا تحويلة على اليسار. تمام، تيرن ليفت. هلا هون هاي التيرن ليفت، هون مصايب. نوسع. اوكي شوف تحت المطر، شوف الدواليب، شوف ما ابدعها. فنحن وصلنا على المدينة اللي بدنا نوصلها، مدينة إدنبرا كمان بسكوتلندا. بيعنا هلا دوار، التحدي على الدوار جايينا. ستي ليفت ستي ليفت. هير راوند اباوت في إشارة يعني ولا لا؟ مفتوح بس في زحمة شوي. طبعا بالواقع يوكي كلها دوارات، فصحيح كلام. في جيف واي. طيب شغال الرعد، شغال مطر. نشوف طبعا مشان ما نسكر ممر المشاة لازم نضل واقفين هون حتى يكون قدامنا فاضي بشكل كامل. تمام، هلا فينا نطلع. هلا بدخلي على الدوار بحد ذاته حوار. خليك مكانك يا معلم. خلينا نشوف الدوار. معلم نوسع شوي. شوف لي مثلا هون المطر بهالرؤية هي
نخلص السيارة ولازم نطلع على الرصيف شوي. أيوة عشان ما نبوس حدا. تمام. يلا جاهزين. هاي ليفت. وين يا معلم وين؟ ما شفتك. أنا عم كبر. أيوة برافو عليك رجعت. إيه تمام. شايفنا بهالقطار اللي معنا عم نحاول نمرق. معلم كون متعاون شوي. تقريبا وصلنا على الشركة. كمان بنوسع. تمام بالفعل وصلنا. خلصت من الشاحنة. خلصت فحتى صفتها حتكون مستحيلة. ف أعطيكم فرم. تمام. فهي هي رحلتنا اليوم. بتمنى يكون فيديو عجبكم. بتمنى تكون الرحلة عجبتكم. إذا عجبكم فيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة. لا تنسوا تفعلوا زر الجرس لمزيد من الفيديوهات. أي استفسار أي سؤال أنا جاهز بالتعليقات. أما من هون للفيديو الجاي بترككم في أمان الله.